هنا الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي مملكة البحرين قيادة وشعبا بذكرى اليوم الوطني البحريني، حيث تعيش المنامة في شهر ديسمبر من كل عام أعيادا ومناسبات وطنية عدة. يشرفني في البداية أن أرفع إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين الوفي بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين أعاده الله علينا ونحن نرفل في أحلى أيامنا وفي تحقيق أمنياتنا وفي تحقيق رؤية جلالة الملك لما يجب أن تكون عليه البحرين في مستقبلها الزاهر بإذن الله. وأشار العبسي إلى أبرز المهام التي تتخذها الهيئة لخدمة المتعاملين والتجار في سبيل إنجاز التطلعات الحكومية في هذا الشأن. نقوم بخدمة المواطن سواء كان تاجرا أو مقيما أو رب أسرة عن طريق 9 فروع منتشرة في البحرين، ونفخر بأننا نخدم عملائنا على مدى 12 ساعة في اليوم 6 أيام في الأسبوع لكي نكون أقرب إليهم، بحيث وصلنا ولله الحمد إلى معدل انتظار 8 دقائق فقط لجميع مراجعينا. كما تناول الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أبرز الإنجازات التي قامت بها الهيئة لا سيما خلال السنتين الماضيتين. أهم الإنجازات التي قامت بها هي الاطلاع بدورها كجهاز تنظيمي يخدم الرؤية الإصلاحية الاقتصادية الشاملة لسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. كذلك أضيف إلى مهام الهيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي توج في العام 2018 بالتقرير الأمريكي للخارجية الأمريكية الذي وضع البحرين في الشريحة الأولى كأول دولة عربية وشرق أوسطية تحصل على هذا التصنيف، وتكرر مرة ثانية في العام 2019. الهيئة تخدم قطاع كبير من الجمهور من تجار ورجال أعمال ومواطنين، وتستقبل في السنة الواحدة حوالي 500,000 مراجع، هذا بالإضافة إلى المعاملات الإلكترونية التي تفوق 1.5 مليون معاملة إلكترونية سنوياً.